تطبيق ريف تطبيق يقدم خدمات الرعاية المنزلية. احنا احد مخرجات منشآت مسرعات المشاريع الجامعية ومسرعات التقنية. بالنسبة لتواجدنا اليوم في ملتقى الصحة استفدنا كثير بتواجدنا اليوم، ان احنا قدرنا نعقد شراكات نتعرف أكثر على المنشآت القطاع الخاص والمنشآت الحكومية الموجودة في قطاع الصحة. وكذلك تواجد منشآت اليوم في الملتقى الصحة يسهل لرواد الأعمال معرفة وين خطوة البداية، من وين رح نبدأ، إيش التسهيلات اللي موجودة في قطاع الصحة، إيش المنشآت الموجودة، كيف ممكن أبدأ البزنس حقي في قطاع الصحة.